طيب خلينا نروح لاخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. النهارده بيواصل بقى مرانه استعدادا لمواجهه المريخ السوداني، دي في الجوله الخامسه من دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. امبارح خليني اقول لحضراتكم كان اول مران بعد فتره التوقف بعد العوده من الكونغو، وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسه سريعه مع اللاعبين داخل الملعب، وبعد كده قاد الفريق بقى فقره هنا وتدريب بدني، واجرى الجهاز الفني تقسيمه في منتصف الملعب بمشاركه حارس، وحرص أيضا موسيماني على الحديث مع اللاعبين، منح تعليمات فنية خاصة بالتحرك وكمان إنهاء الهجمات. وحرص موسيماني أيضا على عقد جلسة مع الجهاز المعاون ليه قبل انطلاق المران، ضمن طبعا تحضيراته للمرحلة المقبلة اللي هتشهد الكثير هنا نقدر نقول من التحديات عقب انتهاء فترة التوقف، أبرزها مواجهة المريخ في السودان ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. هنرجع نقول مرة تانية أكيد كل التوفيق فريقنا فيما هو قادم باذن الله. كمان من الاخبار المهمه اللي تخص الفريق ان الجهاز الفني صعد 12 لاعب من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي للمشاركه في تدريبات الفريق بالامس. يعني جه قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين طبعا بسبب انضمام عدد ايضا كبير هو الاخر من لاعبي الفريق الاول الى المنتخبات الوطنيه وفقا طبعا للاجنده الدوليه خلال المرحله الحاليه. شارك احمد طارق سليمان وحمزه علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي طبعا تحت اشراف يانكن ميشيل، واللاعبين اللي تم تصعيدهم هم محمد حسام ميدو، مصطفى الياس، محمد اشرف، احمد اشرف، احمد سيد عبد النبي، وليد مصطفى، حسون محمد، عمر رزق، احمد الشامي، احمد سيد غريب، وايضا احمد نبيل كوكا. حلو جدا ومبروك للناشئين، بنتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. حاجه جميله جدا ان يبقى عندك زي مصنع بيخرج لعيبه. فكره هنا ان انت لما كمان بتهتم بالناشئين يا كريم انت مش بتبقى محتاج بعد كده ان انت تجيب مثلا او تشتري لاعب، الى حد ما ده بيحصل، بس برضو لو انت عندك يعني قطاع ناشئين قوي انت خلاص انت مش محتاج. وقطاع الناشئين كمان خرج عندنا ناس كتيره جدا، يعني لعيبه كتير جدا في الفريق الاول وكمان في الفريق في الفتره الذهبيه اللي انت دايما بتتكلم عنها كانوا من الناشئين. لا وبعدين بقول لك كمان انت اللي مربيهم على ايديكي ومن اول لحظه انت عارفه عناصر القوه اللي في كل واحد فيهم واشتغلتي على تطوير العناصر دي على مدار السنين، فطبعا حاجه جميله جدا.